إن أبيك كان متزوجا قبل والدتي وأنجبت له ولدين وبنت وقد توفيت، ثم تزوج من أمي وأنجبت ولدين وبنتين ولنا بيت نعيش فيه، وقد كتب أبي هذا البيت لأمي وكتبته أمي لنا جميعا، والأولاد الذين من الزوجة الأولى لم يعطوا شيئا من البيت مع العلم أنهم قد كبروا وتزوجوا، فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان كتبه للزوجة باب العطية فلا بأس بذلك، ولكن هي لا تخصص بعض أولادها دون بعض، إنما تسوي بينهم العطية. إذا كان الوالد كتب هذا البيت لزوجته من باب الهبة لها والعطية لها فله ذلك، أنه يتصرف في ماله ما دام في عقله وصحته، يتصرف بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز له أن يخصص بعض أولاده بالعطية دون بعض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.